بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده عبارة عن مقدمة عن صناعة أفلام البلاستيك، وخلال الفيديو هنتكلم عن التالي: 1. ما هي أفلام البلاستيك؟ 2. طرق تصنيع أفلام البلاستيك. 3. استخدامات أفلام البلاستيك. 4. أنواع البوليمرات المستخدمة لصناعة أفلام البلاستيك. 5. أهمية صناعة أفلام البلاستيك. 6. مستقبل صناعة أفلام البلاستيك. واحد، ما هي أفلام البلاستيك؟ أفلام البلاستيك عبارة عن نسيج رقيق ومتواصل من البلاستيك شبيه بالورق ولكنه مصنوع من البلاستيك، وبالتالي يمكن أنه يتميز بالشفافية والمرونة العالية وكمان مقاومة للمياه والعدد كبير من الكيماويات. بشكل عام سمك أفلام البلاستيك بيكون أقل من 300 ميكرون أو 3.1 مليمتر، ولو السمك زاد عن 300 ميكرون بيسمى شيت أو لوح بلاستيك. سمك أفلام البلاستيك غالبا بيكون أقل من 50 ميكرون، وغالبا مش بيكون أقل من 10 ميكرون، دي الغالبية العظمى من الأفلام البلاستيك. بشكل عام تتكون أفلام البلاستيك من عدد فردي من الطبقات، يعني ممكن الفيلم يتكون من طبقة واحدة أو 3 طبقات أو 5 أو 7 أو 9 طبقات أو أكتر، وطبعا كل طبقة بيكون ليها وظيفة مسؤولة عنها. سمك الطبقات بيختلف على حسب وظيفة كل طبقة، وغالبا ما بيكون سمك الطبقات الخارجية أقل من سمك الطبقة الداخلية. حاليا غالبية أفلام البلاستيك بتتكون من 3 طبقات. على سبيل المثال ممكن تكون إحدى الطبقات الخارجية مسؤولة عن الطباعة، والطبقة الخارجية الأخرى مسؤولة عن اللحام، بينما الطبقة الداخلية مسؤولة عن الخصائص الميكانيكية زي قوة تحمل الفيلم. في الحالة دي سمك كل طبقة خارجية قد يمثل 25% من سمك الفيلم أو أقل، لحد 5% من سمك الفيلم، بينما سمك الطبقة الداخلية قد يكون 50% من سمك الفيلم أو أكبر، لحد 90% من سمك الفيلم. الأفلام اللي بتحتوي على 5 طبقات أو أكتر غالبا بتحتوي على طبقة أو أكتر مسؤولة عن تقليل نفاذية الغازات خلال الفيلم، زي ما هنشرح بالتفصيل في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. 2. طرق تصنيع أفلام البلاستيك. بشكل عام في طريقتين رئيسيتين لتصنيع أفلام البلاستيك. الطريقة الأولى هي خروج البلاستيك المنصهر بشكل مستوي أو مستقيم من الماكينة، والطريقة الثانية هي خروج البلاستيك المنصهر على شكل أنبوب أو ما يعرف بالبالون. دلوقتي هناخد فكرة عامة عن كل طريقة منها. في حالة خروج البلاستيك المنصهر بشكل مستقيم، ودي بنسميها عملية القصد، وبعدين الفيلم بيتكون بمجرد تبريد البلاستيك، وعملية التبريد هنا غالبا ما بتتم بواسطة المياه أو مرور البلاستيك فوق رول تبريد تشير رول أو أكتر، وبعد كده بيتم لف الفيلم في شكل لفائف أو رولات. العملية دي واحدة من أقدم طرق تصنيع أفلام البلاستيك واللي ما زالت مستخدمة بشكل كبير حتى الآن. وبشكل عام أفلام القصد غالبا بتتميز بقدرتها على اللحام القوي والسريع، وكمان بتتميز بشفافيتها العالية ومرونتها، وكمان مقاومتها العالية للخرق ومقاومتها الجيدة للتمزق من جميع الاتجاهات. وعملية الإنتاج دي موجودة بشكل كبير جدا في معظم دول العالم. مع الوقت تم تطوير العملية دي بإضافة مراحل جديدة بين مرحلة التبريد ومرحلة اللف،
التطوير الأول كان عبارة عن إضافة مرحلة لتسخين وشد الفيلم في اتجاه الماكينة وبعدين تبريده مرة أخرى قبل اللف، والعملية دي اسمها Machine Direction Orientation أو اختصارا بتعرف بـ MDO، واللي بينتج عنها فيلم قصد مشدود في اتجاه الماكينة. وعملية الشد دي بتقلل من مرونة الفيلم وبتخلي قوة تحمل الفيلم ومقاومته للاستطالة في اتجاه الماكينة أعلى بكتير من الاتجاه التاني، بالإضافة لأنها بتحسن من شفافية الفيلم، بتقلل من نفاذيته للغازات. والفيلم ده بيستخدم في تطبيقات كتير من أهمها صناعة الشريط اللاصق. وطريقة إنتاج الأفلام دي موجودة في عدد كبير من دول العالم بس بشكل أقل من القصد العادي. التطوير التاني كان إضافة مرحلة شد جديدة في الاتجاه الآخر المعاكس لاتجاه الماكينة، والعملية دي اسمها باي أكزيال أورينتيشن. ومن أهم أنواع البلاستيك المستخدم في الطريقة دي هو البوليبروبلين والباي أكزيال أورينتد بوليبروبلين فيلم أو اختصارا BOPP فيلم. وفيلم البوليبروبلين المشدود في الاتجاهين بيعتبر من أهم أنواع الأفلام، وده لأنه بيتميز بشفافيته العالية جدا وكمان نفاذيته المنخفضة جدا للغازات وكمان قوة تحمله ومقاومته للاستطالة في الاتجاهين. وأيضا من أهم أنواع البلاستيك الأخرى المستخدمة في الطريقة دي البوليستر لتصنيع BOPET أو باي أكزيال أورينتد بوليسيلين ترفسالات، وعملية الإنتاج دي موجودة في عدد قليل من دول العالم. يعني في أفريقيا مثلا الصناعة دي موجودة في مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا فقط، وبإذن الله في الفيديوهات القادمة هيتم شرح كل طريقة بالتفصيل. بالنسبة لطريقة إنتاج الأفلام عن طريق خروج البلاستيك المنصهر على شكل أنبوب أو ما يعرف بالبالون، فببساطة البلاستيك المنصهر بيخرج من الماكينة إلى أعلى على شكل حلقة بتكون أنبوبة، وبيتم تبريد البلاستيك عن طريق مراوح هواء من الجانب الخارجي أو من الجانبين الخارجي والداخلي، وبعدين بيدخل الفيلم بين رولين، وبالتالي بيكون فيه هواء محبوس جوه الأنبوبة، ومن خلال التحكم في الهواء اللي جوه الأنبوبة بيتكون شكل شبيه بالبالونة. في أسفل البالونة بيكون البلاستيك منصهر، وعند نقطة معينة أسفل منتصف البالونة بيتصلب البلاستيك وبيكون الفيلم، واللي بيسمى فيلم منفوخ أو بلون فيلم. وفي أعلى البالونة بيكون في رولين بيكبسوا على الفيلم ويسحبوه لمرحلة اللف وتكوين لفائف أو رولات. أهم أنواع البلاستيك المستخدم في الطريقة دي هو البولي إيثيلين، والأفلام دي بتكون مشدودة بشكل كبير في اتجاه الماكينة وبتكون مشدودة برضه في الاتجاه العمودي على الماكينة. النوع ده من الماكينات بيتميز بإنتاجيته العالية وسعره الرخيص، وخصوصا للماكينات الصغيرة، والماكينات دي موجودة بشكل كبير في معظم دول العالم. على مدار السنين تم تحوير الطريقة دي وتغيير اتجاه خروج البلاستيك المنصهر من الماكينة إلى أسفل بدلا من إلى أعلى، وده علشان يتم التحكم في مرحلة تبريد البلاستيك بشكل أفضل بواسطة المياه بدلا من الهواء. وبالطريقة دي يمكن التوسع في استخدام أنواع مختلفة من البلاستيك وخصوصا البوليبروبلين لإنتاج أفلام بسمك عالي بين 150 ل 300 مايكرون. وبعد كده تم تطوير الطريقة دي بإضافة أكتر من بالونة متتالية، يعني بعد خروج الفيلم من البالونة الأولى بيدخل على مرحلة تانية يتنفخ فيها البالونة بهواء سخن ويتم شد الفيلم في أحد الاتجاهين بشكل أكبر. طبعا الأنواع المتطورة دي موجودة في عدد محدود من الدول على مستوى العالم. 3. استخدامات أفلام البلاستيك. أفلام البلاستيك ليها عدد لا نهائي من الاستخدامات، من أهمها التغليف، زي تغليف المواد الغذائية والأدوية وبعض مستحضرات التجميل والمنظفات وغيرهم. وغالبا ما بيتم الطباعة على أفلام البلاستيك المستخدمة لغرض التغليف لعرض معلومات أكتر عن المنتجات المغلفة. وأهم طرق الطباعة على الأفلام البلاستيكية هم الفليكسو برينتينج والروتوغرافيا برينتينج.
ولو حابين تعرفوا اكتر عن طرق الطباعة دي ياريت تكتبوا لنا في التعليقات علشان نعمل فيديوهات مفصلة عنهم. تاني اهم استخدام لافلام البلاستيك هو صناعة اكياس البلاستيك المستخدمة في المنازل للحفاظ على المنتجات واللي غالبا ما بتكون شفافة، او اكياس البلاستيك الموجودة في السوبر ماركت واللي غالبا مش بتكون شفافة وبتحتوي على نسبة عالية من المواد المالئة او الفيلرز زي الاوميا او الكالسيوم كربونات، او الاكياس المستخدمة في المحلات المختلفة زي محلات الملابس والهدايا وغيرهم، والاكياس دي غالبا بيكون سمكها عالي نسبيا اعلى من 40 مايكرون. ثالثا من اهم استخدامات افلام البلاستيك هو الاستخدامات الزراعية زي افلام الصوب الزراعية او تغطية وتعبئة المحاصيل الزراعية المختلفة، والافلام دي غالبا ما بتحتوي على بعض الاضافات زي اضافات مقاومة للاشعة فوق البنفسجية واللي بتساعد على نمو المحاصيل الزراعية بشكل افضل. برضو افلام البلاستيك بتستخدم بشكل كبير في التغليف السنوي للمنتجات بغرض الحماية او تجميع اكتر من منتج مع بعض، وبتكون على شكل فيلم قابل للانكماش الحراري او شرينك فيلم، او فيلم قابل للشد او الستريتش فيلم، ودول غالبا ما بيكونوا شفافين. ومن امثلة الاستخدامات الحديثة لافلام البلاستيك هو صناعة العملات البلاستيكية والافلام المستخدمة لصناعة المكثفات الالكترونية كاباسيتور، والافلام المستخدمة لتبطين الترع او مقابر النفايات، والافلام المستخدمة لتعبئة الدم والمحاليل الطبية، او الافلام المستخدمة للحفاظ على شاشات الموبايل او شاشات التلفزيون وغيرهم، وغيرهم كتير جدا من الاستخدامات اللي بتظهر كل يوم. 4. انواع البوليمرات المستخدمة لصناعة افلام البلاستيك. قد يتفاجأ البعض لما يعرف ان بداية صناعة افلام البلاستيك كانت باستخدام السليلوز المستخرج من الخشب بعد مروره بعدد من التفاعلات الكيميائية مع بعض القلويات ثم بعض الاحماض لصناعة احد اشهر افلام البلاستيك، وهو السيلوفان، واللي كان بيتميز بشفافيته العالية ومقاومته للمياه، ولكنه في البداية كان فيلم ناشف وغير مرن، وفي النهاية تم تحسين مرونته باضافة بعض الجليسرين. طبعا عملية التصنيع المعقدة دي خلت الشركات تبحث عن بدائل افضل او ابسط وارخص زي البوليمرات المصنعة من مصادر بترولية. واهم البوليمرات دي هما رقم 1 هو البوليسيلين، وافلام البوليسيلين بتمثل اكتر من 40% من صناعة الافلام البلاستيكية على مستوى العالم، وبيتم تصنيعها في الغالب بطريقة النفخ او البالون. واكبر 5 شركات مصنعة لخامات البوليسيلين على مستوى العالم هم بالترتيب كالتالي: شركة داو كيميكال الامريكية، واللي عندها طاقة انتاجية سنوية تصل الى 7.5 مليون طن بوليسيلين، وبعد منها شركة ليوندل بازل الهولندية، واللي عندها طاقة انتاجية سنوية تصل الى 7.3 مليون طن بوليسيلين، وبعد منها شركة اكسون موبيل الامريكية، واللي عندها طاقة انتاجية سنوية تصل الى 6.6 مليون طن بوليسيلين، وبعد منها شركة سينوبيك الصينية، واللي عندها طاقة انتاجية سنوية تصل الى 5.8 مليون طن بوليسيلين، وبعد منها شركة سابك السعودية، واللي عندها طاقة انتاجية تصل الى 4.6 مليون طن بوليسيلين. وتاني اهم البوليمرات المستخدمة لصناعة الافلام البلاستيكية هو البوليبروبلين، والبوليبروبلين بيمثل اكتر من 30% من صناعة الافلام البلاستيكية على مستوى العالم، وبيتم تصنيعها في الغالب بطريقة القصد، وخصوصا الافلام المشدودة من الجانبين الباي اكزيال اورينتد فيلمز. واكبر 5 شركات مصنعة لخامات البوليبروبلين على مستوى العالم هم بالترتيب كالتالي: شركة ليوندل بازل الهولندية، واللي عندها طاقة انتاجية سنوية تصل الى 7.7 مليون طن بوليبروبلين، وبعدها شركة سينوبيك الصينية، واللي عندها طاقة انتاجية تصل الى 6.5 مليون طن بوليبروبلين، وبعدها شركة سابك السعودية، واللي عندها طاقة انتاجية سنوية تصل الى 6.2 مليون طن بوليبروبلين،
وبعضهم شركة CNBC الصينية واللي عندها طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 4.9 مليون طن بولي بروبلين، وبعضهم شركة إكسون موبيل الأمريكية واللي عندها طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 4.8 مليون طن بولي بروبلين. ومن أهم أنواع البوليمرات الأخرى المستخدمة بشكل كبير في صناعة الأفلام البلاستيكية البوليونايد والمعروف باسم النايلون، والبوليسيلين تيرفسالات والمعروف باسم البوليستر، والبولي فينايل كلورايد أو المعروف باسم PVC، والبولي فينايل أسيتات والمعروف اختصارا بإيفا، وغيرهم كتير بنسب أقل لأهداف ووظائف محددة. وبالنسبة لأكبر الشركات المصنعة للأفلام البلاستيكية على مستوى العالم فهم كالتالي: شركة أمكور، ودي عندها قدرة لإنتاج أكتر من 6 مليون طن أفلام بلاستيكية سنوية، وبعدها شركة بيري جلوبال، ودي عندها قدرة لإنتاج أكتر من 5.5 مليون طن أفلام بلاستيكية سنويا، وبعدها شركة سيلد إير، ودي عندها قدرة لإنتاج أكتر من 2.5 مليون طن أفلام بلاستيك سنويا. وبالنسبة للشركات العربية فأكبر الشركات العربية المصنعة لأفلام البلاستيك هم كالتالي: شركة تغليف للصناعات الإماراتية واللي عندها قدرة لإنتاج أكتر من 400,000 طن من الأفلام البلاستيكية سنويا، وبعدها شركة الرواد السعودية واللي عندها القدرة لإنتاج أكتر من 150,000 طن من الأفلام البلاستيكية سنويا، وبعدها شركة نابكو السعودية واللي عندها قدرة لإنتاج أكتر من 125,000 طن من الأفلام البلاستيكية سنويا. 5. أهمية صناعة أفلام البلاستيك. صناعة الأفلام البلاستيكية هي صناعة مهمة للاقتصاد وللبيئة وللمجتمع لأسباب عديدة، من أهمها: أولا، صناعة الأفلام البلاستيكية بتساهم في توفير فرص عمل للعديد من العاملين في مجالات مختلفة زي الهندسة والكيمياء والتصميم والتسويق والنقل وغيرهم، وكمان بتساعد في تحقيق دخل مادي للشركات المنتجة والموردة والمستهلكة للأفلام البلاستيكية. ثانيا، صناعة الأفلام البلاستيكية بتساهم في تحسين جودة المنتجات زي المواد الغذائية واللي بتحافظ على جودتها وزيادة مدة صلاحيتها بفضل أفلام التغليف البلاستيكية اللي بتمنع دخول الهواء والرطوبة والجراثيم إليها، وكمان بتساعد في زيادة كفاءة المحاصيل الزراعية اللي بيتم زراعتها تحت أفلام بلاستيكية شفافة تسمح بدخول ضوء الشمس وحرارته وبتقلل من استهلاك وفقدان المياه. ثالثا، صناعة الأفلام البلاستيكية بتساهم في حماية البيئة من التلوث والتدهور بشرط اتباع معايير الإنتاج والاستهلاك والتقلص الصديقة للبيئة. فأفلام البلاستيك يمكن إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها أو إتلافها بطريقة آمنة بدلا من رميها في الطبيعة أو حرقها بطريقة غير مسؤولة. وكمان يمكن استخدام أفلام بلاستيكية قابلة للتحلل الحيوي أو المصنوعة من مواد طبيعية متجددة. الخلاصة هي إن صناعة أفلام البلاستيك ليها أهمية كبيرة في حياتنا اليومية، ولكن يجب التعامل معاها بحكمة ووعي علشان نستفيد من فوائدها ونتجنب سلبياتها. 6. مستقبل صناعة أفلام البلاستيك. بالنسبة لحجم صناعة أفلام البلاستيك في الدول المتقدمة، مش من المتوقع وجود زيادة كبيرة في حجم الصناعة، وده لأن كمية الأفلام البلاستيكية المصنعة محليا قريبة جدا من معدل الاستهلاك المحلي في الدول المتقدمة دي، ومش من المتوقع زيادة الاستهلاك المحلي بشكل كبير في الدول المتقدمة لعدم وجود زيادة كبيرة في عدد السكان، وبالتالي العرض يعتبر مساوي للطلب، يعني السوق متشبع. بينما في الدول أقل تقدما وخصوصا في معظم الدول العربية والأفريقية فمن المتوقع وجود زيادة كبيرة في إنتاج الأفلام البلاستيكية، وده لأن كمية الأفلام البلاستيكية المصنعة محليا أقل بكثير من الاستهلاك المحلي، وكمان لاحتمالية وجود زيادة كبيرة في الاستهلاك المحلي مع مرور الوقت بسبب الزيادة المستمرة في عدد السكان،
وده اللي بيخلي شركات محلية كتير تتوسع في زيادة إنتاجها، وكمان شركات أجنبية كتير تتوسع في بناء مصانع في هذه الأسواق الواعدة. بالنسبة للبعد البيئي لمستقبل صناعة أفلام البلاستيك، فمن المتوقع الاهتمام بشكل أكبر بصناعة أفلام بلاستيكية مش بس قابلة لإعادة التدوير، لا ده كمان يمكن إعادة تدويرها بسهولة. أيضا من المتوقع التوسع في استخدام بلاستيك معاد تدويره أو بلاستيك مصنع من مواد متجددة وصديقة للبيئة بشكل أكبر. بالنسبة لاستخدامات الأفلام البلاستيكية في المستقبل، فمن المتوقع صناعة أفلام بلاستيكية أكثر ذكاء، يمكنها التغيير من خصائصها بناء على التفاعل مع محفزات البيئة المحيطة لإضافة مميزات جديدة. محفزات البيئة الخارجية ممكن تكون درجة حرارة أو رطوبة أو ضغط أو تيار كهربي أو مجال مغناطيسي أو ضوء وغيرهم. أحد أمثلة الأفلام البلاستيكية الذكية الموجودة حاليا هو الفيلم الموجود على السطح الخارجي لحفاظات الأطفال، واللي بيتغير لونه بناء على درجة امتلاء الحفاظة بالسوائل، وبالتالي بيدي إشارة للأباء لوجوب تغيير الحفاظة. ومن المتوقع أيضا دخول أفلام البلاستيك في استخدامات جديدة كبديل لمواد تقليدية بمرور الوقت. في النهاية أحب أشكركم لمشاهدتكم فيديوهات بلاستيك بالعربي، وهنبقى مبسوطين لاشتراككم في القناة ولمشاركتكم فيديوهاتها مع أصدقائكم ولإعجابكم بها والتعليق عليها. وبالنسبة للفيديوهات القادمة ما تنسوش تعرفونا إيه أكتر طريقة لتصنيع الأفلام البلاستيك اللي محتاجين إننا نعمل عنها فيديو تفصيلي في المستقبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.